عندنا النشرة، النشرة هي حل السحر عن المسحور، وتنقسم إلى قسمين: نشرة وحل سحر بالرقية الشرعية بشروطها، بالأدوية المباحة، شرب العسل، الحجامة، بالدعوات، تدعو الله سبحانه وتعالى، هذه نشرة مشروعة. الثانية ممنوعة، حل السحر بسحر، لا يمكن. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة قال هي من عمل الشيطان. لو وجدنا من العلماء من يفتي بحل السحر بسحر ماذا نصنع؟ نقول هذا مخالف للكتاب والسنة وأقوال الصحابة وسلف الأمة، وفيه تقوية للسحرة وتضعيف للتداوي بالقرآن، وفيه أن التداوي بالقرآن مظنون؟ لا والله، يقين فيه شفاء للناس. والتداوي بالسحر مظنون، صح؟ أصلاً عندما تذهب للساحر لا يمكن أن يصنع لك شيئاً حتى يتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. ثم بدل أن يكون لديك سحر واحد، إيش يصنع الساحر الثاني؟ يصنع سحر جديد، وقد لا يكون عندك شيء، لأن أغلب الناس في هذه الأيام وساوس، والله مسحور، مريض، في عين. يا أخي اقرأ على نفسك الفاتحة وتوكل على الله. ثم النبي صلى الله عليه وسلم سحر، نعم، 6 أشهر، ماذا صنع؟ صبر، حتى تتعلم الأمة الصبر. مرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إني أصرع وتكشف، فادعو الله لي. قال: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. إذا من يصبر، من يصبر يبتلي الله سبحانه وتعالى ويصبر، فهذا له جنة. تريد أحسن من هذا؟ تضيع أجرك وتشرك بالله وتذهب إلى الساحر؟ فهذا الخيار.